وناموس للجميع. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، أسعد الله مساكم وجميع أوقاتكم بكل خير. نحييكم من هنا من أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة في أمسية سن الحيلي والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ والسعادة في المرحلة الثانية من السباق المحلي السادس. مشاهدينا الكرام، ينطلق شوطنا السادس الخاص بانطلاقة سن الزمول. مشاهدينا الكرام، مسافة 6 كيلومترات نسير مع هذه الأسماء مباشرة مع المركز الأول. صدارة الشوط فتح الخير من يأتي مع البداية بشعار هجن الشحانية، يضمن البرنس جار الله بن عقيل من يقدم لنا فتح الخير مع الصدارة، بينما نتابع المركز الثاني القدوم من الرفاع لهجن الشحانية، يضمن المشاق محمد بن خالد العطية مع ثاني التحديات، بينما المركز الثالث وصول وتقدم من الجذاب القادم بشعار هجن المرخية، يضمر أحمد بن حمود بن محمد الوهيبي من يتابع لانطلاقة الجذاب مع المركز الثالث. نتابع وناخذ المركز الرابع القادم من الجانب الآخر، يتسلل في هذه اللحظات مزاحم لهجن الشحانية، يضمر جار الله بن عقيل. هكذا هي الخمسة الأسماء الأولى المتقدمة في مساري وتحديات هذا الشوط، الخمسة المراكز الأولى. مشاهدينا متابعينا الكرام، في أول نداء للخمسة الأسماء المتقدمة في هذه الانطلاقة والاندفاع المميزة. إذا مشاهدينا الكرام، هكذا كانت هذه التحديات المميزة في هذه الأمسية التراثية الجميلة الخاصة بانطلاقات هجني أصحاب السمو الشيوخ والسعادة، العودة إلى صدارة الشوط، العودة إلى المركز الأول، إلى الثلاثية المميزة هنا مع البداية مع صدارة الشوط المركز الأول. فتح الخير الذي يقود الأسماء والتحديات الأولى بشعار هجن الشحانية بمتابعة البرنس جار الله بن عقيل من يقدم لنا فتح الخير بتحدياته المميزة مع صدارة الشوط، بينما من الجانب الآخر يتسلل في هذه اللحظات الرفاع القادم بشعار هجن الشحانية، يضمر المشاق محمد بن خالد العطية من يقدم لنا الرفاع في هذا المسار المميز والكبير. يا سلام، المركز الثالث، نتابع التقدم والوصول من شعار هجن المرخية مع الجذاب أحمد بن حمود بن محمد لهيبي من يتابع الانطلاقة وحضور الجذاب مع المركز الثالث. المركز الرابع، رابع الأسماء لوسيل القادم أيضا في هذه اللحظات بشعار هجن الشحانية بمتابعة المشاق محمد بن خالد العطية من يقدم لنا انطلاقة لوسيل مع المركز الرابع. نتابع المركز الخامس، المركز الخامس القادم مزاحم في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام لهجن الشحانية بمتابعة البرنس جار الله بن عقيل. هكذا هي الخمسة الأسماء الأولى المتقدمة في هذه المسيرة التراثية المميزة. مشاهدينا الكرام، أجواء رياضية جميلة وأمسية والأروع هنا في ميدان الشحانية، ميدان التحدي لسباقات الهجن العربية الأصيلة في أمسية سن الكبار، ودائما يحلو الرقص مع الكبار بحضور هذه الأسماء الكبيرة. مشاهدينا متابعينا الكرام، عبر نقل حي ومباشر من قناة الريان الفضائية الناقلة لأحداث ووقائع السباق المحلي السادس في مرحلته الثانية الخاصة بانطلاقات سن الكبار. مشاهدينا متابعينا الكرام، العودة إلى صدارة الشوط، 3 كيلومترات تنقضي في هذه اللحظات، نبدأ رحلة جديدة أيضا 3 كيلومترات. مشاهدينا الكرام، عنوانها الناموس والمنافسة في هذه الانطلاقة المميزة. إلى صدارة الشوط نعود، إلى المركز الأول، إلى البداية، هنا الرفاع مع المركز الأول مع الصدارة يقود الأسماء والتحديات الأولى بشعار هجن الشحانية. المشاغب في عملية التضمير من يتابع لنا هذه الانطلاقة المميزة. المركز الثاني، المركز الثاني القادم في هذه اللحظات، هنا الجذاب لهجن المرخية أحمد بن حمود بن محمد الوهيبي من يتابع
لنا الجذاب مع المركز الثاني. نتابع المركز الثالث القدوم من فتح الخير لهدن الشحانية، يضم البرنس جار الله بن عقيل، يقدم لنا اندفاعة وحضور فتح الخير مع المركز الثالث. بينما المركز الرابع، المركز الرابع لوسيل لهدن الشحانية قادم مع رابع الأسماء، يضم محمد بخالد العطية من يتابع لنا انطلاقة لوسيل. بينما المركز الخامس، المركز الخامس القدوم والوصول في هذه اللحظات، مكرم القادم بشعار هجن الشحانية من يتقدم في هذه اللحظات مع المركز الخامس، يضمر مكرم جار الله بن عقيل البرنس من يتابع لانطلاقة مكرم مع المركز الخامس. هكذا هي الخمسة الأسماء الأولى المتقدمة في هذه الانطلاقة المميزة، في هذه الاندفاعة الجميلة الحاضرة، في هذا المسار المميز والكبير الذي يحمل لنا أسماء كبيرة من فحول المستقبل. المشاهدين الكرام، من تنطلق هنا في هذا المسار الرائع والجميل، العودة إلى صدارة الرفاع مع المركز الأول مع البداية مع صدارة الشوط بشعار هجن الشحانية بمتابعة المشاغ محمد بن خالد العطية من يقدم لنا الرفاع مع المركز الأول مع البداية، من يقود الأسماء والتحديات الأولى في هذه اللحظات. بينما نتابع المركز الثاني القدوم في هذه اللحظات من تقدم لوسيل لهجن الشحانية أيضا بمتابعة محمد بن خالد العطية من يدفع لنا باسمين مميزين في مسار هذا الشوط. المركز الثالث، المركز الثالث قدوم من فتح الخير من ينطلق بشعار هجن الشحانية بمتابعة جار الله بن عقيل، يقدم من الانطلاقة فتح الخير مع المركز الثالث. المركز الرابع وصول من الجذاب لهجن المرخية أحمد بن حمود بن محمد الوهيبي، يتابع لنا انطلاقة الجذاب. المركز الخامس وصول في هذه اللحظات، في هذه اللحظات القدوم والتسلل مشاهدين الكرام من قبل مكرم القادم بشعار هجن الشحانية لبرنس جار الله بن عقيل، يقدم لنا مكرم وصول من شعار هجن العاصفة مع الذيب غياث الهلالي. في عملية التضمير بدأت الأسماء بالاقتراب مشاهدين الكرام متابعين الأفاضل، ونحن على مشارف بوابة الكيلو متر الأخير، نفتح أبوابها هنا من خلال تقدم الرفاع مع المركز الأول مع صدارة الشوط من يدشن الأجواء الأخيرة مشاهدين الكرام من عمر هذا الشوط في هذا المسار المميز والكبير بشعار هجن الشحانية بمتابعة المشاغب محمد بن خالد العطية. بينما المركز الثاني لوسيل القادم لأيضا هجن الشحانية بمتابعة محمد بن خالد العطية، والمركز الثالث القادم فتح الخيل لهجن الشحانية يضمر أيضا لبرنس جار الله بن عقيل. والمركز الرابع، المركز الرابع في هذه اللحظات يتقدم مكرم لهجن الشحانية بمتابعة برنس جار الله بن عقيل، ولكن العودة إلى صدارة الشوط. ما شاء الله، شوف هذا الأداء المميز والكبير، غير لوسيل، غير لوسيل إلى الصدارة، إلى المركز الأول، إلى البداية، إلى صدارة الشوط بشعار هجن الشحانية بمتابعة المشاغب محمد بن خالد العطية، يقدم لنا لوسيل بتحدياته المميزة والكبيرة مع الأمتار الأخيرة والخطيرة. ما شاء الله، يقدم لنا العروض المميزة هنا مع الأمتار الأخيرة هنا محققا هذا الناموس مهديا هجن الشحانية، هذا الناموس والانتصار، وأيضا مهديا مضمر المشاغب محمد بن خالد العطية من يقدم لنا لوسيل. تهانينا والناموس لهجن الشحانية، والتهاني أيضا للمشاغب محمد بن خالد العطية من قدم لنا لوسيل. مشكور يا أبو خالد على هذا الأداء المميز والكبير. المركز الثاني كان الوصول والقدوم من فتح الخيل لهجن الشحانية يضمن البرنس جار الله بن عقيل. المركز الثاني وصل الرفاع بشعار هجن الشحانية بمتابعة محمد بن خالد العطية. المركز الرابع كان الوصول من الذيب لهجن العاصفة بمتابعة غياث الهلالي. والمركز الخامس وصل مكرم لهجن الشحانية بمتابعة جار الله بن عقيل. هكذا مشاهدي الكرام تابعنا هذا الشوط، ولكن حضر الوسيل بحضور الكبار مهديا مؤسسة هجن الشحانية هذا الناموس والانتصار، وإلى أيضا المشاغب محمد بن خالد العطية. 9:38.47 جزء من الثانية هو التوقيت الزمني للوسيل. تهانينا والناموس. المركز الثاني كان الوصول من فتح الخير 9:38.65. تهانينا والناموس في هجن الشحانية، والتهنية للبرنس جار الله بن عقيل. بينما المركز الثالث كان الوصول من الرفاع القادم
بشعار هيدن الشحانية 9:39 55 جزء من الثاني تهانين والناموس لهيدن الشحانية.